صفقات نادي الاهلي او صفقه نادي الاهلي امام عاشور؟ طبعا اكيد يعني امام عاشور زي ما قلنا كابتن اسلام، امام عاشور واحد من افضل لعيبه خط الوسط في مصر حاليا، وانا عجبني جدا ان امام برضو في الفتره الحاليه ما بيتكلمش كتير في الميديا، وواضح ان هو شخصيه مختلفه بصراحه عن قبل كده. انا بتمنى له التوفيق، وانا متاكد ان امام عاشور زي ما قلنا قبل كده هو القطع الناقصه في طريقه مارسيل كولر. مارسيل كولر واحد من المحبين طريقة 4-1-4-1، ودايما ان هو ما يحبش بلاي ميكر اللي هو رقم 10 الكلاسيكي، ده اتثبت لنا بصراحة على مدار الموسم. هو بيحب اتنين رقم 8، وبيحب ان الاتنين دول يبقوا دايما عندهم زيادات هجومية وعندهم نفس القوة طبعا في صورة الارتداد، فطبعا حاجة مهمة جدا وواضح جدا جدا. افاجئك بالاسلام، مارسيل كولر من محبي اللعيبة اللي عندهم ورك ريت عالي، اللي عندهم معدل ركض بدون كورة، عشان النقطة دي مهمة جدا. احنا بنقيس الورك ريت بدون كورة. يعني ايه بدون كورة؟ وانت رجليك ما فيهاش كورة بتعمل ايه؟ هو بيحب اللي بيجري، اللي عنده، اللي بيغطي اكبر عدد من المساحات الهجومية والدفاعية وما بيتمشاش. هو ما بيحبش اللعيب اللي بيتمشى او بيهرول، ما يحبش اللعيبة دي، هو يحب اللعيب اللي يجري، فدايما عينه بتروح للناس دي. فانا في وجهة نظري امام عاشور مناسب للغاية لاسلوب لعب مارسيل كولر، وان شاء الله باذن الله باذن الله هو وزمايله، واكيد طبعا ما زلنا منتظرين عدد من الصفقات الجديده باذن الله في الفتره الجايه. ان شاء الله ان شاء الله تبقى قايمه وسكواد قوي يقدر يقدم لنا موسم ناجح زي الموسم ده، ونحقق باذن الله الالقاب كلها دي عشان يبقى موسم تاريخي زي ما برضو جه لكم يا كابتن اسلام، قدر على مدار موسمين ان هو يحقق 10 بطولات في موسمين متتاليين، تقريبا كانت حاجه اعجازيه يعني في تاريخ كره القدم في العالم كله، ان الفريق يخش كل البطولات اللي دخلها كسبها ما عدا المونديال يعني، وخدته برونزيه. فنتمنى ان شاء الله مارسيل كولر يعيد هذا الانجاز السنه الجايه باذن الله.